زار النبي عاد النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا مريضا، قال اطلبتم له الطبيب؟ جزيرة العرب فيها طبيب؟ قالوا انا اطلب الطبيب وانت هنا يا رسول. قال ما خلق الله داء الا خلق له دواء الا داء الهرم، الا داء الايه؟ الهرة، دائرة عجز. ولذلك من ضمن منظومة الخوف عشان نكمل الخطبة، خوف المرأة والرجل من الشيخوخة، وخوفهم على عيالهم لو عنده بنت مريضة، ولد مريض، بنت لم تتزوج، قاعد في قلق. يا ابن الحلال الذي رزقك وانت في بطن امك خلاص، وانت يا من ظهرت عليك علامات السن، احتفظ بالسن بتاعك، خليها كده. بالله عليك لو انت تخيلت جدتك طلعت من القبر تاني وكان ميتة وعندها 82 سنة مثلا، يعني قالت لك يا ولدي انا مش معقول اظهر عليكم كده، اخوفكم بجدتي، اجاعيدي خدني عند عيادة الترميم، خلي بالك انت، ولا التجميل، عايز اشد وجهي وانفخ شفايفي وصغر انفي واسحب عيني لفوق واسحب الفلوس من جيبك، والمهم بالله عليك تنظر لجدتك باحترام ولا باحتقار؟ بتخليك زي ما انت. ده النور اللي في التجاعيد دي يوزع على مدينة باسرها. اه والله تقعد كده كل يقعد حوالين الجدة، سبحان الله العظيم، وربنا قال ايه؟ بنينا وحفدة. قال ليه جمع الاثنين؟ قال ما هو من الواجب، من الواجب الجد والجدة والابن والبنت يكونوا كلهم قاعدين في مكان واحد، وبالاولاد والبنات بدل ما الام تصرخ على الولد الجدة تحتضن، بدل الاب يبقى حاسم زيادة عن اللزوم الجد يكون حنون يطلع الولد ما بين الترغيب والترهيب والمحبة. لكن احنا اولا خلاص اول ما يتزوج من هنا يعقد على زوجته من هنا، يعمل عقد طلاق مع امه، من يطلق امه يطلق ابوه، وكل سنه طيب، وفي الاخر لما يشوفوا بقى انا شفته فين الراجل ده قبل كده، انا اعرفه قابلته مره، قال له مين يا ابني ده؟ هو ابوه رجل اعمال كل اسبوعين ثلاثه يشوفه مره. قال والله هو ساكن عندنا من زمان، بس يعني بس مين هو بس يعني تقريبا شكله مش غريب يعني. سبحان الله، بنين وحفده كله مع بعضه، سبحان الله العظيم. واما يبلغن عندك، عندك مش في دار العجزه، عندك في بيتك تحت رعايتك، وهذه مسؤوليه الولد مش مسؤوليه البنت. البنت ممكن تزوج رجل بخيل او شرس او لا يحب حماه او زوجته او امها، لكن الولد هو الذي يقرر من البدايه. انا عندي ام لو احتاجت تعيش معي اهلا وسهلا، ولكن لا تضع الزوجه في كفه وامك في كفه، لا، دي متباينات، ده مخلوق وده مخلوق، دي لها نوع من الحقوق ودي لها نوع من الحقوق. زي ما قلت لك من قبل، هل تستطيع ان تجمع 5 ساعات وزائد 7 اقلام يبقى العدد كام؟ هل دي مسألة حسابية صحيحة؟ امال الصحيحة دي ايه؟ 7 اقلام زائد 5 اقلام صح ولا لا؟ و6 ساعات زائد ايه؟ 4 ساعات، المسألة كده ايه؟ صحيح. ما ينفعش ان نقول انا ان ارضيتهم، ما ينفعش. رضا الام دي زاوية، ورضا سبحان الله العظيم الزوجة من زاوية، وذلك الله يرضى عنه. أبو عبد الله لما تزوج سبحان الله، وبعدين قال فرأيت العروس وأنا أكشف عن وجهها وشعرها، تقول يا أبا عبد الله أنظرني حتى أخطب فيك خطبة. قالوا بعدين أتزوجت الشيخ عمر ولا يطلع خطب وخطبة. طلعت على مصطبة عالية كده وقالت له أما بعد يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، احنا اغراب عن بعض، لا احنا مشينا في الجامعه مع بعض 4 سنين ولا عرفنا بعض في المول 7 سنين، ولما اتحلنا على التقاعد تقدمت وكونت نفسك جديد، لا اعرفك وانت لا تعرف، فخبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه، وماذا تكره حتى اتجنبه، والسلام عليكم ورحمه الله. قال فاعوزتني الى خطبه، استثار هو فيه كمان ايه؟ قال الله يعني هتخطب عليا وانا ما اخطبش؟ اخطب يا تخش. فقال فصعدت على المصطبه، اما بعد فقد قلت كلاما يشرح الصدر ويضيء القلب وينير العقل، فان كان صادقا فبها ونعمت، وان كنت غير ذلك، ان كنت تقولي كلام النفاق وغيره، فحسبك الله ونعم الوكيل. قال فعشت معها 34 عاما ما رأيت تخطيب وجهها في وجهي قط. يا خبر، ما خشيتش ولا مرة، يا ربنا لينها له سبحان الله. وبعد أن مر عام رجعت من الدرس فرأيت عجوزا في البيت تأمر وتنهى، امرأة عجوز قاعدة تقول ودي جيب هات. قلت السلام عليك، من أنت يا أمة الله؟
انا امها. سلام، امها زرتها بعد كام؟ انت طبعا هتسيب الخطبه كلها ترجع تقول عارف الشيخ عمر قال مش امك الساعه 7 الصبح جاي تقبل تعملوا ايه؟ المهم يعني الله يسامحنا كلنا، الحياء سقط. المهم سبحان الله، يا بني اسمع الكلام بتاع الام الصالحه، هل احسننا التربيه فنسجد لله شاكرين، ام اننا ما احسننا فنستاذنك حتى نكمل التربيه؟ ها ناخذ نكمل تربيه ولا؟ قال جزاك الله خيرا، فانجبت منها 11 ولدا وبنتا من حفظه كتاب الله. هي كده النبته الصالحه، النبته الصالحه تصير هكذا. فانا اقول ان احنا لابد ان نؤوب مره اخرى الى حقائق الامور، ولا داعي للفلسفه والكلام الكثير. اكثر من المال الحلال، واكثر من الهدوء والصداقه مع ابنك وابنتك، قلل من الصوت المرتفع والصوت العالي ولا سبحان الله العظيم. فلان ولا تكن كهذه الزوجه اتصلت بامها، يا امي تعاركت انا وزوجي عراك ضخم جدا. قال يا بنتي عادي، كلنا تعاركنا مع الازواج. قالت السؤال اود جثته فين؟ سبحان الله. يا اخوتاه، المرابطه اذا تكلمنا اليوم نظريا، نظريا عن الخلق والقيم، الاسلام ياخذ رقم واحد على مستوى العالم. الكلام النظري. اذا تكلمنا عن واقع الرباط المرابطه الاجتماعيه والخلقيه بيننا، المسلمون اخر الناس. يعني لو تكلمت عن الامانه، عن الصدق، عن المحافظه على الوقت، عن شكر الاخرين، عن الثقه، عن سعه الصدر، عن التحلي بالحلم، عن كذا، عن اليقين، عن التوكل، عن ناتي اخر الناس. لكن في النظر الاسلام رقم واحد، امر طبيعي. لكن في العمل فنحن منذ قرون اربعه مهزومون اجتماعيا، هزيمه اجتماعيه. الهزيمه الاجتماعيه تمثل نفسيه، تمثل 99% من مجمل المساله، من مجمل المعركه. المعركه اجتماعيه مجتمعيه، مهزومون في 99%، بقيت 1% الحاله العسكريه. ليه؟ لان في مساله كمساله مثلا فلسطين التي مر عليها اكثر من 60 عاما، 65 عام، الاول العرب والمسلمين عملوا بينهم وبين فلسطين طلاق رجعي، يعني من باب الحياة. وبعدين كانت طلقة بائمة، الان في خلع، نسي الناس فلسطين ومعاناة شعب فلسطين مثلا كمثال. فاين المرابطة؟ يعني اوامر الله، كما قال لك اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر بعضكم قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. هذه تحاول تطبيقها لانها سهلة عليك، اتوضا واصلي، ازكي المال في جيبي، اخرج 25 من الالف، سهلة. اروح احج، ما شاء الله الحج الان 7 نجوم و15 نجمة، نسأل الله القبول. المسألة اصبحت ميسورة في العبادة، لكن مسؤولة في المرابطة. كيف ارابط؟ كيف افهم المرابطة فهما حقيقيا؟ كيف يكون ولدي مرابطا؟ يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، من غير تقوى لا يحدث هذه الثلاثة لعلكم تفلحون. هذه كانت مقدمة. ما الذي أريد أن أقوله؟ انظر إلى وضع أبنائنا وبناتنا من الشعب السوري، فك الله كربه ويسر أمره. الكلام عن سوريا يبكي، وأنا قدمت بآية آل عمران لكي تكون مدخل لما أريد أن أقول، لكن وقت الخطبة قد لا يسمح، سوف أكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أنا أقول بعقل الصغير وجهل الكبير وبضاعتي لكم مزجاة، ولكنكم من المحسنين. السوريون الآن كما هي العراق كما هي فلسطين من قبل، يوسف داخل الجب، يوسف داخل الجب. من الواجب ان القرآن يقول لي الذي تقراه انت واقراه انا، انما المؤمنون اخوة. اخوة يوسف القوا في غيابة الجب، القى العرب والمسلمون الشعب السوري تاركين اطفالهم 4 ملايين الان اصبحوا ما بين معاق ومقتول، وملايين الارامل وملايين النازحين، تركوهم داخل جب الحزن
وجب الحزن تركوه. لكن أقول لأبنائي من السوريين أهل الشام النشامة وأصحاب الفضل على الأمة، أقول لهم انظروا إلى نظرة نورانية قرآنية من أب لكم محب، إلى الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف. ماذا أراد إخوته به؟ أرادوا أن يقتلوه. هل استطاعوا قتله؟ يعني هم أرادوا قتله، لكن الله ماذا أراد؟ أراد أن يحيى أم يقتل؟ فهذا أول أمل، أن الأمور لا تخط على الأرض، الأمور تخط في مكان آخر. ما الذي حدث؟ لما ضربوه على يديه وسقط، أصبح العالم كله متنكر له في صورة إخوته، هذا عالمه. أيضا الشعب السوري العالم المحيط به تنكر، العالم كله خسيس.